النهارده كمان من ضمن يعني المفهوم والمضمون لهذه الحياه الكريمه ايضا هي الفئات الاخرى وهي القبائل والعائلات المصريه. هو مجلس موقر في قبائلنا واهالينا وعائلاتنا اللي موجودين في يعني الفئات المختلفه. احنا طبعا النهارده بنعمل بروتوكول معاهم بيشمل تأهيل وتدريب الشباب اللي موجودين في هذه القبائل، بيشمل كمان ممارستهم في الأنشطة المختلفة سواء داخل المحافظات الحدودية أو يعني في المجتمع المصري ككل. بنستخدم كل آلياتنا، كل برامجنا إن احنا نكون موجودين مع يعني هذا المجلس، والمجلس قائم له كيانه وله تفعيلاته وله اجتماعاته. احنا كمان ده يعني بندخل في هذا المجلس للتفاعل يعني. الحقيقة بيسعدنا جدا التعاون مع وزارة الشباب في هذا البروتوكول، هو هيضيف جدا لطلاب الكلية عن طريق توفير فرص تدريب للطلاب لإعدادهم لسوق العمل، وأيضا الكلية من خلال مراكزها البحثية تستطيع أن تقدم أعمال بحثية خاصة بالشباب توفرها للوزارة، دراسات خاصة بتوفير فرص عمل للشباب، دراسات خاصة بالهجرة غير المشروعة، دراسات خاصة بزيادة الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات. فهذه الاتفاقية في الحقيقة ستعود بالنفع على كلية الاقتصاد وطلابها، وأيضا فيها جانب أيضا خاص بوزارة الشباب وهو إعداد دراسات خاصة بالشباب للوزارة. سعداء جدا 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 لدعوة معالي الوزير لتوقيع البروتوكول دوت، وإحنا إن شاء الله تعالى بنرجو إن البروتوكول ده يمكن الطلاب بتوعنا من تأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع المبادرات اللي وزارة الشباب والرياضة بتطرحها، والمبادرات كثيرة جدا وزارة الشباب والرياضة بتطرحها لتأهيل الشباب لسوق العمل. فإحنا بنرجو إن إحنا نتعاون مع الوزارة في هذا المجال لتأهيل الطلاب بتوعنا من طلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية في هذا المجال. ناقشنا مع سعادة الوزير الحقيقة برضه مبادرات تانية كتيرة جدا للتعاون مع الوزارة، وإن شاء الله إحنا كلنا استعداد لعمل كل ما يلزم للتعاون مع الوزارة ومع معالي الوزير إن شاء الله تعالى.